من أحاديث الفتن ما جاء في صحيح مسلم قوله عليه الصلاة والسلام: إن الله لم يبعث نبيا إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لها وأن يحذرهم مما هو شر لها، وإن هذه الأمة جعلت عافيتها في أولها وسيصيب آخرها بلاء وأمور تنكرونها، وتجئ الفتن يرقق بعضها بعضا، يرقق بمعنى أن الفتنة الكبرى تهون وتصغر إذا جاءت فتنة أعظم منها، وضبطت يرفق بعضها بعضا، أي أن الفتنة تتلاحق وتكون مرافقة بعضها للبعض، وضبطت يدفق بعضها بعضا من الدفق وهو الانصباب الكبير الهائل، فيقول المؤمن: هذه مهلكتي، ثم تزول وتأتي الأخرى فيقول: هذه. ثم قال عليه الصلاة والسلام: إن سره أن يزحزح عن النار وأن يدخل الجنة فلتأته منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر. هذا حق الله. الحق الثاني: وليأتي إلى الناس بمثل الذي يحب أن يأتوا إليه، بمعنى يحب لهم ما يحبه لنفسه، وهذا حق البشر. ثم قال مبينا أن من أعظم حقوق البشر هو حق الولاة الذين بهم تستقيم الأمور وتزول الفتن بإذن الله. قال: ومن بايع إماما فأعطاه صفقة يده وثمرة فؤاده فليطعه ما استطاع، فإن جاء آخر ينازعه فاضربوا عنق الآخر.